انا عارف يا حاجه هدايا ان انت لسه زعلانه من اللي حصل للبضاعه بتاعتك في السلوم. لا زعلانه دي كلمه حنينه يا حلمي. وانا ما ارضنيش زعلك. انا عايزك تبص على الصوره دي كويس. ايه دي؟ لما تعرفي مين اللي مع رحيم في الصوره هتفهمي مين اللي كان ورا كبسه السلاح. انا هبعت لك الصوره عشان تتاكدي بنفسك. انا عايز افهم انت ايه اللي قلبك عليه يا حلمي؟ عشان عرفت ان رحيم خلاص مبقاش في صفنا. لا يا احمد بيه، انا بصراحة خايف. وبعدين بقى، ما انا قلت لك الموضوع ده بيني وبينك ومفيش اي ورق رسمي بيه. ما هو ده اللي مخوفني يا احمد بيه، ده مش زي اي حد، ده لواء في الامن الوطني. لو تعرف ان خرجت تسجيلات مكالماته هروح في 60 داهية. عاوزك تراقب لي كل اتصالاته وتديني تقرير بيها كمان. لا لا لا، ده كتير قوي. لا مش كتير، وهتنفذ. والطلب ده لو خرج من هنا هتروح في 60 داهية. طب حضرتك اديني يوم واحد وتسجيلات اللي هو صادق هتبقى عند حضرتك. برافو، اتفقنا. انا مش مصدق، انا مش مصدق انك افتكرتني قبل ما تسافر. كنت خايف المشاكل اللي بيني وبين عيلة السيوف تكررك فيا. انا ما اقدرش اكرهك، انت جوز خالتي والراجل اللي مربيني. يا زياد ربنا يعلم انت عندي ايه. انت ابني يا زياد. حلو، وعشان انا ابنك يبقى تساعدني في اللي جاي لك علشانه. في الاول عايز اعرف حاجه وتقول لي بصراحه، انت لولا الخدمه دي ما كنتش هتيجي تشوفني صح؟ في حد يقدر يسافر من غير ما يجي يسلم على ابوه؟ كده تمام. عنب، قول لي عايز ايه. هشام وداليا تاخد لي بطاري منهم. انت اللي بتقول كده؟ ناسي كلامك؟ فاكر لما جبتك عشان تعلم على عمرو وانت رفضت؟ انا ما نسيتش كلامك انت لما قلت لي ان في حاجات ما ينفعش تتاخد غير بالدراع. يعني الوقت اللي فكرت فيه في كلامي هو نفس الوقت اللي كفرت فيه بكل كلمه وكل حاجه عملتها في حياتي. يعني مش هتساعدني؟ طول عمرك لما كنت تعوز حاجة كنت تطلبها من رحاب، وهي كانت بتيجي تقول لي. كنت بتغاظ قوي قوي، كنت ساعات ما بنفذهاش عشان تيجي تطلبها مني بنفسك. كنت عايز أحس إنك بتحبني زي ما بحبك، وأنت طول عمرك كنت بتنشف دماغك وما بتجيش. فأكيد لما تطلب مني أول طلب في حياتك، ويمكن دي آخر مرة أشوفك فيها، فمستحيل منفذوش. أنا هساعدك يا زياد، هساعدك. جرى إيه؟ إحنا خارجين مع بعض عشان تفضلي مبوزة وساكتة كده؟ مش قادرة أتكلم يا ماما. على فكرة أنا سمعت كل الكلام اللي دار بينك وبين عماد. أنا ما تخيلتش أبداً إنه يطلع مجنون للدرجة دي. ماما أنا خرجت معاكي عشان أريحك، فريحيني أنت بقى وبلاش نتكلم في أي موضوع. ما ينفعش يا حبيبتي، ما ينفعش تفضلي كاتمة جواكي كده وساكتة. الكلام بيريح يا حبيبتي. ما بقاش في منه فايدة. أنا مش عارفة أحزن على إيه ولا إيه. على رنيم اللي مستقبلها ضاع، ولا على نفسي؟ يوم ما وافقت اتجوز عماد عشان اهرب من رحيم، ده حتى صديقة عمري ما بقتش عارفة اثق فيها، حتى لو انا عارفة متأكدة انها ملهاش ذنب في اللي حصل. بس خلاص، في حاجز كده اتبنى بيني وبينها. انا لسه معاك يا حبيبتي وجنبك. ربنا يخليك ليا يا ماما، انا عارفة. بص يا داليا، أنا بعد اللي حصل لي مع أبوكي أقدر أقول لك على حاجة مهمة أوي.
كله بيعدي، حلو وحش بيعدي، المهم انتي ما تتكسريش. يعني ايه الكلام ده؟ أدهم أبو وردة الله يرحمه ويبشبش الطوبة اللي تحت دماغه، ما كانش ليه ذنب في موت عزة وجوزها زمان. أمال مين؟ عصفورة أبو وردة. عصفورة؟ داليا. داليا مين؟ داليا دي مرات عماد وخطيبة رحيم القديمة. والكلام ده تعرفه من أمتى؟ إيه ده بس يا عموم، وأنا هقريك على كل حاجة. صحتك أبو وردة، محتاجينك يا غالي. عندك بتعمل ايه يا بنت؟ انا عايز ارجع الشغل يا هشام. شغل ايه؟ التمثيل. هو اللي انت كنت بتعمليه ده كان تمثيل؟ ده انت حالك كومبارس. ما تقولش كومبارس دي يا هشام، اسمها ممثله. بس ما فوي اعرفي انت متجوزه مين دلوقتي؟ ما انت كنت سايب زمان الكومبارس تشتغل. اه زمان كنا حاجه ودلوقتي يا حبيبتي حاجه تانية خالص. يعني ايه حاجه تانية خالص؟ الو. ايوه. ايه بتقول؟ ايه يا هشام؟ رحيم انت كويس؟ الحمد لله انا تمام. هو ايه اللي حصل؟ ناس ضربوا علينا نار، عرب السايس ماتوا من المجردات. انا نهار اسود. طب انت فيك حاجه؟ انا تمام، ما فيهاش حاجة. لولا اني خدت بالي من العربية كان زماني واقع جنب عربي. هو اللي ورا الحوار ده حلمي. كله هيبان، ما تستعجلش. لا سيب لي انا بقى الموضوع ده، انا هتصرف فيه بمعرفتي. مالكش دعوة بحلمي، انت فاهم؟ قلت لك قبل كده نهدها عليه، قلت لي لا، وادي اخرتها يا رحيم. انا غلطتها زمان ومش عايز اغلطها تاني. ايه دي اللي غلطتها؟ هو مين اللي قتل ادهم ابو وردة؟ مش احنا؟ بعد ما كنا فاكرين انه ورا اللي حصل لعزة وزكريا. وبعد كل السنين دي عرفنا انه اتظلم. اتظلم؟ ادهم ابو ورده تاجر المخدرات اتظلم؟ ايه يا رحيم؟ انت نسيت قتل كام واحد؟ رحيم بيه؟ رحيم بيه انت كويس؟ انا تمام يا سامي. ما لحقتوش اي حد من اللي ضرب نار؟ لا. ومين الساجر يعمل كده؟ هو اكيد حلمي. وبعدين حلمي اللي عنده اهل ولا عزوه ياخده بطاره. اطمن. انا دلوقتي بس اتأكدت هو ما وجهليش التهم ليه. عماد؟ قصدك عماد؟ قصدك عماد هو اللي ورا الحوار ده؟ وبعدين التهم ايه؟ لا فهمني يا رحيم. هفهمك بعدين. المهم دلوقتي تشوف لي عناوين اهل الجردات والسايس عشان نعمل معاهم الواجب. لا هما كده كده هيتعمل معاهم الواجب. اطمن بس عليك الاول. نفذ اللي اتفقنا عليه. يلا. حاضر. وهتعمل ايه مع عماد؟ خلينا نتأكد الأول وبعدين نبقى نشوف هنعمل ايه. اطمنتي على رحيم بعد اللي حصل في المركب؟ مش عايزة اطمن عليه ولا عايزة اعرف اي حاجة عني. مش عايزة حتى افتكر اني عرفته في يوم من الايام. ياه، عمر ما كان قلبك اسود كده. الايام بتسود اي قلب. طب ما قلقتيش عليه ولو حتى حبة صغيرين؟ تفتكري عماد ورا الحكايه دي؟ ايه؟ مستغرباها على عماد؟ لا، مستغرباها عشان كنت بفكر فيها في نفس اللحظه اللي انت قلتيها دي. بس دي حاجه تخوف يا دالي. لو عماد هو اللي ورا الحكايه دي يبقى انت كمان في خطر. ربنا يستر يا ماما، ربنا يستر. الحمد لله على السلامه. عمر الشقي بقي. الله يسلمك. عرفت مين اللي كان وراها؟ لا بس عارف. ما
ما تتعبش نفسك، انا عرفت. ابو ورده ابو ورده انت عرفت ازاي؟ رجالتي اللي كانوا بيراقبوك مش وراهم وعرفوا؟ بيراقبوني تاني؟ ما هو انا كان لازم افهم اللي في الصوره. انت بتراقبيني من امتى؟ لما حلمي اداني الصوره دي خليت رجالتي يراقبوك. انا شفت كتير في حياتي يا رحيم، وفاهمه يعني ايه صاحب لما يقلب على صاحب، وفهمت كمان مين اللي بلغ على صفقة السلاح وهدفه ايه. بس كان لازم افهم ايه الصورة دي. بس ده حوار ما يخصكيش. ده ضابط امن وطني، وده فيه الاجابة اللي انا سألتك عليها وانت مرضتش تجاوبني عليها وقتها. يعني ايه ضابط امن وطني يقبض عليك ويسيبك كده بكل سهولة؟ الاجابة في الصورة دي. تعرفي عني اني بخاف يا حاجة؟ بصراحة لا. علشان كده مش محتاج اكذب عليكي. انت عارفة معزتك عندي يا حاجة، انا عمري ما اذيكي، بس في الظروف اللي احنا فيها دي لو انت قربتي مني هتتأذي. خليكي بعيد عني اليومين دول. بس انا اتأذيت فعلا يا رحيم، وصفقة السلاح راحت. صفقة السلاح بتاعتك دي كانت ضايعة وانا اللي رجعتها لك. على العموم دي غلطة مش هتتكرر تاني. ماشي، أنا هبعد عنك زي ما أنت عايز، بس هتعمل إيه في أبو وردة؟ الأول أعرف إيه اللي خلاه يقلب عليا تاني. اللي خلاني أقلب عليك؟ حاجة، ممكن أطلب منك طلب؟ طبعاً ممكن.